تحية طيبة. بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟ هي القدس التي طالما تغنينا بقدسيتها ولطالما أحييناها في القلب والوجدان. للقدس يوم أردناه كي تبقى القضية الأولى في الوعي العربي والإسلامي. القدس قضية تختصر كل قضايا الحاضر والماضي في جوانبها المتنوعة. للقدس شخصية ترتبط بشخصيتنا، إذ لا معنى لسياسة لا تختزل روحا ووجدانا، لأنها إن ابتعدت عن الوجدان فقدت دافع حركيتها. وعليه أين وصلت القدس الآن؟ وأين هي بوعينا ووجداننا؟ وما مصيرها في أيدي الأجيال القادمة؟ للكلام عن القدس قدسية من طراز خاص نتلمسه اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد خالد منصور، الباحث في الشؤون القضية الفلسطينية. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. أهلا. وأنت من الجذر الفلسطيني المنشأ. صحيح. أهلا بك. أهلا بك. القرار الأخير، قرار ترامب، من جهة مؤلم ومن جهة كان له تمهيد من سنوات كثيرة عبر ممارسات إسرائيلية أمريكية ومؤخرا علنية ممارسات عربية. وقع القرار أو مشروع القرار نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، الصهيونية إلى الصهيونية. القدس. إلى القدس. لو كان يعلم ترامب أن الناتج العربي سيكون بهذه الصورة لاتخذ هذا القرار. هذه أغبى خطوة قام بها ترامب. بأي معنى الناتج العربي؟ الشعب العربي استيقظ على هذه الواقعة، فأصبحت قضية فلسطين في المحور الأساسي التي ابتدأت فيه المقاومة. المقاومة الفلسطينية والمقاومة أو خط المقاومة بشكل عام من لبنان إلى إيران بمحورة وصلبة سوريا كانت بحالة ضعيفة خلال الفترات السنوات السابقة السبع العجاف التي مرت، علما بأن القضية الفلسطينية 70 عجاف 70 سنة صار لها. فهذه القضية أصبحت أشبه بميتة تقريبا بفترة ما سمي بالربيع العربي وبغباء ترامب وغباء أحياها. أيقظ الشارع العربي، أيقظ الشارع العربي، الشارع العربي وليس الحكام العرب. عن أي شارع عربي وهو مصادر؟ الشارع العربي سيسقط حكامه الساقطين الذين تخلوا عن القضية الفلسطينية. لا يمكن استمرار الوضع العربي بهذه الصورة. يوم اللي بدها تكون السعودية مسيطرة على الإعلام، مسيطرة على الإعلام في المال، ومسيطرة على العقل العربي في المال. خلال فترة سنوات سقط كل إعلامه، وسقط كل نفوذه، وسقط اعترافه بالحالة الصهيونية القائمة على واقع الحدث، على واقع الحدث الآني، رغم أنه تحاول حاليا إعادة التطبيع والمحاولة لتبرير وجوده بوجود الصهاينة بفلسطين، لدرجة أنه أحد الباحثين الموجودين بالسعودية أو بالأحرى في أرض الحجاز تحت سيطرة أو تحت احتلال آل سعود على السعودية، صرح بكل بساطة بأنه لليهود حق في فلسطين. إيه لك عندي حق في بيت المقدس. بس قبل ما أدخل بهذا الموضوع تحديدا عن السعودية، لأن صارت هي يعني صارت جناح واضح للكيان الإسرائيلي. بس قبل أو بالأحرى هي ما جناح، لا هي مخلصة تماما لصهيونيتها. بالضبط بالضبط. يعني هلأ يعني تحليق القضية، تحليق الكيان الإسرائيلي بجناح سعودي. صحيح. طيب صحيح. أنا قبل ما عم نحكي أنه التعويل على الشعوب العربية، دائما نحن الشعوب على مدى على امتداد هذا الوطن العربي والإسلامي أيضا. طيب إذا الحكومات مصادرة القرار الشعبي باتجاه مصالحها، ومصالح هذه الحكومات مرتبطة بشكل مباشر مع أمريكا وإسرائيل والآن صار علنية، إذن عن أي ناتج إيجابي لقرار ترامب أنا عم بحكي؟ الحكومات بشكل عام
تخاف من شعوبها يوم تكون متخاذلة. وإيقاظ الشعوب وإيقاظ الشعوب تجاه قضايا محورية في العالم العربي يرعب حكامها، يرعب حكامها. فلا يمكن، لا يمكن مصر تبقى على وضع كام ديفيد بالوضع الحالي يوم اللي بده يتم استنهاض الشعب المصري، والشعب المصري لا يقبل هذا الوضع بفلسطين، وإن كان ما زال صامت نسبيا إلى حد الآن. في تونس، في تونس قامت مظاهرات خيالية، في اليمن الجريح، في اليمن الجريح قامت مظاهرات خيالية تجاه فلسطين، في العراق قامت مظاهرات خيالية لأجل فلسطين، في سوريا ما زالت سوريا محور المقاومة وصلب المقاومة وعادت بوصلة خارطة فلسطين. قد هي الشعوب ضاغطة على حكوماتها؟ حاليا هي وليدة الضغط، يعني ما فينا نقول انه هلأ رح تعطي ناتج مباشر، اكيد ما الناتج مباشر، ولكن هذه اليقظة العربية اللي هلأ نحن عم نشاهدها على الاعلام، اللي عم نشاهدها على التلفزيونات، اللي عم نلمسها بواقعنا، اللي عم نلمس ثورة الشعب الفلسطيني وانتفاضته الجديدة في داخل الارض الفلسطيني، كلها بيستوحيها من الشعب العربي نفسه. لولا نبض الشارع العربي لا يوجد انتفاضة في فلسطين. أحد المتابعين يقول أنه هاي المظاهر اللي شفناها سمحت فيها حكوماتها لتخفيف الحماس، يعني بسمح لكم تتظاهروا لحتى يخف حماس رعبا من شعبه، رعبا من شعبه. لو حاولت تمنع هذه الشعوب من الانتفاض بي 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 بوجه قرار ترامب لسقطت، خوفا من الشعب، خوفا من الشعب تنازلت وتركت الشعب على الشارع. لا يمكن، لا يمكن حكومة تتجرأ، حكومة تتجرأ أن تقف أمام شعب يدافع عن قضية حق، قضية تاريخ، قضية أصول، قضية جذور، قضية دين من كل النواحي. بيت المقدس وفلسطين هي قضية كل العرب والمسلمين، كل العرب والمسلمين. فأي كان الحاكم هي قضيتنا الأولى، لكن كمان مرقت بمراحل. عم نحكي بالوجدان العربي، مرقت بمراحل. مثلا ب 36 كانت الزهوة عندما انتفض القادة مثل عز الدين القسام والأسماء الكبيرة، انتفضوا بجنودهم وبأرواحهم باتجاه القتال هناك. لكن فيما بعد صار كمان خضعت لمراحل بالوجدان العربي، بمعنى الآن القدس بهذا القرار نفذ أو لم ينفذ، تراجع عنه تراب أو لم يتراجع، الحكومات العربية اكتفت بالإدانة. وإذا شفنا بمؤتمر بتركيا، بتركيا وكانوا نص النايمين كمان. سوريا قلعة، مو لأنه سوريين نحن عم نحكي، لأنه هي حقيقة هذا الأمر الواقع. عانت محور سوريا بسبب هذه القضية، بسبب القضية الفلسطينية. الآن طيب إذا سوريا القلعة وهي الحامي ودائما رافعة لواء القدس في وجه كل من يتآمر على العروبة، طيب وصار التآمر على سوريا من قبل العرب بالسلاح بالمال بالمجاهدين بين قوسين التكفيريين، إذن أنا ماذا أعول؟ والقدس لا تقل صحيح عاصمة دينية روحية تاريخية، ودمشق أيضا. فبالتالي لما بيكون في هجوم من العرب على دمشق، ماذا يعول على القدس؟ لا قدس بدون دمشق، لا قدس بدون دمشق. الناتج اللي هلا نحن حاليا وصلنا له، الانتصار اللي هلا نحن وصلنا له، والحال اللي هلا حاليا موجوده في سوريا هي دلاله على قوه سوريا وعزيمه سوريا وعزيمه الشعب العربي ككل. لا تصدق انه سوريا وقفت صامده لو ما في شعوب عربيه متضامنه اساسا معها ضد حكامها اللي اتخذوا قرارات سافله وساقطه بحق سوريا. سوريا انتصرت وانتهت الازمه، وهذا السبب، هذا السبب اعاد محور المقاومه إلى انطلاقته من جديد. ما بدي أقول وصل لأوجه، لا، انطلق محور المقاومة من جديد وحدد البوصلة من جديد وحدد القدس هدفا من جديد، وهذا ما أرعب الأمريكان والصهاينة. لذلك أعلن ترامب ما أعلن. لذلك بتشوف أنه الجانب الإيجابي بإعلان ترامب هو هذا التحريك، أنه صار في مجال للمحور المقاومة يتقدم من جديد بهذا الموضوع، بموضوع القدس. راهن ترامب، راهن ترامب على الحكام ونسي الشعب. راهن ترامب على الحكام العرب وتصور أن الحكام العرب سينطوون تحت جناحه بإذلال كما هم، ولكن الشعب العربي منع معظم الحكام العرب من اتخاذ الموقف الذي يناسب ترامب. فغباء ترامب وحكومة ترامب وغباء أمريكا هو اللي سمح
للشارع العربي بالنهوض من جديد، هو اللي أطلق الوعي العربي من جديد. ففيني يقول أنا ببساطة ببساطة شكرا لغبائك ترامب. ترامب بقراره الغبي أيقظ معظم الضمائر العربية وأسقط الإعلام العربي الساقط أصلا بعدها بعد حدث تحديد موقف القدس. طيب أنا وأنت هلأ رح نتابع تقرير أعدوه الزملاء، بعدين بدنا نناقش بالسؤال وبالجواب قديه ممكن احتمالية يكون اللي عم تتفضل فيه واقعي. نتابع التقرير زملاء. لم يعرف العرب في تاريخهم محنة أشد ضراوة من محنة القدس، فقد أثارت مشاعر الأدباء والشعراء في مختلف بلاد العروبة والإسلام على مر الأيام، فخلفوا لنا تراثا أدبيا وفكريا ضخما في أحداثه. وليس هذا غريبا لما تتمتع به زهرة المدائن وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ملتقى الأنبياء وبوابة الأرض إلى السماء. أحدثت قضية القدس انقلابا سياسيا وفكريا وأدبيا في الثقافة العربية، فنمى الوعي القومي عند المواطن العربي، وشارك الشعراء العرب القدس محنتها منذ بداياتها مدركين مكانتها الحضارية ووعيهم بأن نضالهم في سبيل تحريرها هو نضال من أجل تحرير الوطن العربي كله. وقد استطاع المثقفون أن يشحذوا الهمم ويضيئوا شعلة الأمل ويشعلوا شرارة المقاومة ويشيدوا بالعمليات النضالية الجريئة ضد الصهاينة الغزاة، كما مجدوا الأبطال ورثوا الشهداء وظلت قلوبهم معلقة بالقدس تهفو إليها مستلهمين كل ما له علاقة وثيقة بها كالشخصيات والمعارك والمدن، كما نددوا باللجان والهيئات والمنظمات الدولية التي لم تنصف القدس في صراعها مع المحتل وهاجموا الصهاينة وحلفائهم، ولم تسلم الرجعية العربية ولا المتقاعسون العرب من الهجوم العنيف. من هنا كانت القدس محل اهتمام المثقفين الذين رسموا صورا لواقع المدينة تبرز جانب القداسة والطهارة حينا، وتبين جوانب الحزن والألم التي تحياها القدس في ظل الاحتلال حينا آخر، لتكشف لنا عن عجز الواقع العربي الراهن وتقصيره تجاه القدس التي تئن تحت وطأة الاحتلال. لذا غدت الصور المستمدة من التراث القومي المستمدة من التراث الديني لما بينهما من علاقة ولأهمية قضية القدس القومية. غدت القدس قبلة عاطفية للعرب والمسلمين حتى وإن لم يعودوا يولون وجوههم للمسجد الأقصى عند الصلاة، فقد دلت الأحداث الأخيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي أننا ما زلنا نولي قلوبنا نحو القدس رغم كل الانقسامات المفجعة والاقتتال الأهلي والفتن الطائفية ورب ضارة نافعة. فالقرار الأمريكي وحدنا في رفضه بعد أعوام من التمزق والتشرذم، نرجو ألا تكون صحوة عابرة. لنسترجع ما قاله شعراؤنا في القدس حتى أبياتهم الحزينة توقظ في وجداننا حقيقة أننا أمة واحدة لا خريطة مهلهلة، وأن القدس عاصمة روحية ووجدانية لهذه الأمة التي هي تاريخ وحضارة راسخة متجذرة تمر بمرحلة انقسام وتمزق مؤسفة، إلا أنها مهما انحدرت وتقزمت تظل في الصميم تراثا شعريا حضاريا وجدانيا واحدا. لعلنا نتذكر أننا ننتمي لحضارة ذات تراث شعري أدبي وفكري عظيم تهزنا جميعا نفس الأبيات لشعراء لغتنا القومية الجميلة عن مدينة نقدسها جميعا باختلاف الطوائف والديانات ونحن إلى زيارتها وهي مرفوعة الرأس مرفرفة الرايات. بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. تابعت أنا وأنت أستاذ خالد هذا التقرير، يعني عم يحكي سياسي التقرير زائد أنه وجدان، بس في بعينك كمان في تأثر وأنت أكيد. ابن فلسطين أكيد.
مؤلم الحكي، مؤلم انه بعد هذا الزمن، بعد 70 سنة، بعد 5000 سنة، بعد 500 سنة قبل الميلاد، طرد بعض اليهود من بيت المقدس. يوم اللي حضر الاشوريين طردوهم من بيت المقدس، لقلة من اليهود، لقلة من اليهود طردوهم من بيت المقدس، وعاودوا مرات ومرات ومرات، وبتخاذل عربي عجيب عجيب غير مسبوق. ما ممكن نقدر تصوروا انه عربي يقبل إهانة فلسطين في بيت المقدس. شيء عجيب. 5000 سنة بيت المقدس قائم بلا يهود، بلا يهود. كيف بدهم يجيبون؟ على أي أساس يقبلوا فيهم؟ على أي أساس بيطلع سعودي يقول لهم حق؟ لهم حق، إذا لهم حق في المدينة. هذا اللي بدي وصل لك يا اللي كنت عم تحاكيني فيه، أنه دائما في تعويل. أنا ماني متشائمة، لكن السؤال مشروع. بيطلع صوت سعودي، ومعلش مشان كمان نكون دقيقة بالاسم وبالكلام، بيقول لك هو باحث سعودي بيقول متى يتحرر العقل العربي من قصة أن القدس مقدسة، وهذا مدير أبحاث الشرق الأوسط في جدة، وعلى الأغلب هو من تل أبيب، مدير أبحاث بتل أبيب، بيقول يجب علينا نحن العرب أن نتفهم الطرف الآخر، الكيان الإسرائيلي، ما هي متطلباته؟ يجب أن نعترف وندرك أن القدس رمز ديني ومقدس لليهود أيضا، وكقداسة مكة والمدينة للمسلمين. طالما العقل هيك بيقول، طالما العقل العربي طالب، العقل العربي أن يتحرر من جهله بأن القدس مقدسة أو هي للمسلمين. لما بيطلع هذا الصوت السعودي كمان بين قوسين عربي، وبيجي بيقدم هاي الأفكار من منطلق غسل الأدمغة، أو أنه عم بيقول الحقيقة اللي على أساس جرأة عم يحكيها، وابن السعودية، ابن السعودية وليس ابن الحجاز، ابن السعودية وليس ابن الحجاز، ابن الحجاز ابن أرض الحجاز أطهر بآلاف المرات من هذا السافل. هذا سعودي وليس حجازي، هذا صهيوني وليس حجازي. لا يمكن يكون في بني آدم عربي يطرح هذا الطرح، لأنه لا التاريخ صحيح، ولا المنطق صحيح، ولا العرف صحيح. وهذا الشخص نفسه هو الذي نفسه أباح قصف اليمنيين ومحاباة الصهاينة. بأي منطق أنا بدي حابي صهيوني على حساب دم فلسطيني، على حساب دم عربي، على حساب دم يمني، على حساب دم الشعب العربي ككل، محاباة للصهيونية وللأمريكان خوفا على عروشهم؟ فلتسقط هذه العروش، فلتسقط هذه العروش، لعنة الله على كاتب هذا القول. طيب بالنسبة له هو صوت، لكن للأسف صار عم بيمثل تيار، وهون الخطورة. لا يمثل شعب، يمثل تيار، يمثل إعلام، يمثل جهة، يمثل صهيونية، يمثل الأمريكان، لا يمثل العرب. العرب أكبر وأعظم بكثير، والقادم أفضل. وبدليل كل دول العالم تكالبت على سوريا، كل دول العالم تكالبت على سوريا، سقطت كل دول العالم، وكل من نبح بحق سوريا أصبح خارج حتى إطار السياسة، وبقيت سوريا صامدة بقائدها وشعبها ومقاومتها وخطها المقاوم. المعادلة موجودة عندنا بسوريا، في قائد رمز، في عندنا قائد رمز، في جيش وفي شعب. إذا معادلة الانتصار متوفرة، زائد حلفاء صادقين. بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذا بدنا نرجع تاريخيا، كان اسمها القضية الفلسطينية، بعدين صاروا يساوموا هيك هلأ، بعدين آخر شيء القضية الفلسطينية هي عبارة عن الضفة الغربية وغزة. الآن عم نناقش قرار ترامب، يعني خضعت لتطورات وجزء من القدس، صرنا نطالب بجزء من القدس. طيب القدس التي يتحدث عنها، القدس التي يتحدث عنها هي عبارة عن 2 كيلو متر مربع فقط من أصل القدس، فقط من أصل القدس. هذا ما يتحدث عنه عباس وحماس. طيب هي الحركية المتوالية للقضية الفلسطينية بعد هالسنوات كلياتها، ألا تنذر بالخوف بالخطر؟ معلش أحكي طرفة صغيرة. تفضل. شخص ساكن في بيت صغير، طلبوا منه أهل بيته أنه نقلنا على بيت أكبر، قال لهم قريبا بس خلينا نجيب هالمعزاي ندخلها جوا. مرة تانية طالبوا ببيت أكبر، أما قالوا خلينا نجيب هالكلب لجوا. طالبوا ببيت أكبر، خلينا ندخل هالبقرة لجوا. طالبوا بحالة يعيشوا فيها، أما قالوا خلينا نشيل الكلب والبقرة وتعالوا نناقش قضية القطة.
بمعنى بأنه تم إسقاط القضية الفلسطينية بتسلسل إعلامي غريب. بدءا من ياسر عرفات قدم تنازلات إلى ما لا نهاية، قتل ياسر عرفات عندما لم يستطع أن يقدم تنازل آخر، أحضر عباس قدم تنازلات إلى ما لا نهاية، أثار هذه القضية ليقدم تنازلات جديدة بتصريحات جديدة بمواقف جديدة، لو يخجل يخرج خارج الإطار السياسي. وعلى الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات أن يسقط عباس وحماس، لأنه اثنين مناوئين للاحتلال الصهيوني. إذا سقطت الحكومة الفلسطينية الموجودة حاليا وحكومة حماس الموجودة حاليا، لن تتجرأ إسرائيل على خطوة واحدة باتجاه الأراضي العربية، وستتراجع وستطلب المفاوضات وتتوسل لأجل مفاوضات جديدة. المفاوضات هي سلاح الضعيف، ويملك الأقوى. القضية يعني الفلسطينية التفاوض على التنازل. أنا بقدم من عندك هذا الموضوع وبناقشك على اللي عندك، على جزء منه وليس على الكل، على جزء وليس على الكل. ولن يحققوا حتى الجزء، وإذا فاوضوا على جزء من الجزء لن يحققوا حتى هذا الجزء. ناس حضرت بقصد الاحتلال، لن تتنازل عن احتلالها، كما يجب أن نتمسك بكامل التراب الفلسطيني 27,340 كيلو متر مربع من البحر إلى النهر، كامل التراب الفلسطيني. هذه هي القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية كل فلسطين، القضية الفلسطينية لا نقبل فيها غريب. اللي له حق في عبادة في فلسطين هم النصارى، لهم حق في وجودهم، لهم حق في عباداتهم، لهم حق في قدسية القدس، غير ذلك لا يوجد فلسطين. طيب إذا بدنا نحكي كمان تاريخيا وبالوجدان عن هوية القضية الفلسطينية، طبعا كان في يعني الغرب بيشتغل باستراتيجيات طويلة المدى. إذا نحن في عنا التكتيك، حتى التكتيك يعني العربي يعني لحظي، بيكون النتائج مبصرة ورغم هيك في إخفاقات باستثناءات قليلة إلا قليلة، واللي هي سوريا، وعلى رؤوس الأشهاد نحن عم نحكي، في أرواح، في تضحيات، في انتصارات واضحة. لكن إذا نحكي عن هوية القضية الفلسطينية أيضا، هذا الموضوع القضية الهوية تجزأت بمعنى أو خضعت لتطورات ومتغيرات. هاي المتغيرات أمليتها الإدارة الأمريكية المتعاقبة الإدارات وإسرائيل. يعني مثلا كان من أول حرب كانت على هوية القضية الفلسطينية تفتيت الجوار، بمعنى الاتكاء على الطائفية، الاتكاء على البعد الإسلامي المتطرف، ليس فقط اللي عم نشوفه داعش أو غيره، وإنما إيجاد هويات طائفية متناحرة لإثبات ولشرعنة الدولة اليهودية، خلينا نسميه، أو الكيان اليهودي، أنه مثل اللي حوله. لكن هذا الموضوع قد إيه أثر، وخصوصا هلأ إذا بدنا نجي للآخر بالوقت الحالي ومنقول حماس طبعا هي إخوان مسلمين معروف، يعني منشأة صحيح، موقفها مع سوريا لا يشي على الإطلاق بأنها هي بوارد الدفاع عن القضية الفلسطينية. أنت سميتيهم إخوان، طيب هني إخوان أساسا، الإخوان أعداء كل العالم، وهي حاملة لواء يعني الدفاع عن القدس. لو كانت تريد الدفاع عن القدس، إذا بتتذكري في 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 مرحلة الاعتداء على غزة، مرحلة الاعتداء على غزة بعملية تسمى بالرصاص المسكوب، ففترة الرصاص المسكوب كانت المظاهرات في غزة، قصف على غزة، شهداء في غزة، ضحايا في غزة، الغبار في غزة، المواد الكيماوية في غزة، الفوسفور في غزة، مظاهرات في غزة. كيف في مظاهرات وقصف؟ غريب. وفود عربية قادمة إلى غزة، وين كانوا هدول تحت القصف؟ غزة 260 كيلو متر مربع، يعني بالكاد تطلع مساحة التسع لمليون ونص بني آدم موجودين فيها، لا يمكن أن تتسعن ويكون فيها وفود ما ينصابوا. إذا في حالة غريبة من هذا الحكي. إذا بنرجع بندقق بالتقارير بنقول قصف على رام الله، مخيم رام الله، قصف على مخيم جنين، قصف على مخيم رفح. إذا يستهدفوا أبناء 48 لأجل تغيير القضية الفلسطينية. واللي عم بيصير الأنروا، الأمم المتحدة، الدول العربية، الأردن، يعني هون عم نحكي نحن عن قتل الذاكرة. إذن
قتل الذاكرة الفلسطينية وقتل أيوة. الهوية الفلسطينية قتل الهوية الفلسطينية، إبادة قدر الإمكان من أبناء 48، أبناء الداخل، أبناء حيفا، أبناء يافا، أبناء حكة، أبناء صفد، أبناء بير سبع، أبناء أريحة، أبناء البيت المقدس، بده يتم إبادتهم بأي شكل من الأشكال مقابل أن يقل العدد وتصبح القضية قضية تعويضات مالية على أن يسقط حق العودة. ما حافظ على حق العودة إلا سوريا. الأردن أعطت هويات وصار الفلسطيني الموجود في الأردن يحمل هوية أردنية. فقط سوريا حافظت على الهوية الفلسطينية وحافظت على حق العودة وتمسكت في حق العودة. الفلسطيني يملك كل الحقوق في سوريا إلا حق الهوية، لأنه هويته فلسطينية حفاظا على هويته. في تونس أعطوه هوية، في الكويت أعطوه هوية، في كل البلدان. الأمم المتحدة استقطبتهم للغرب، رحلوا للغرب، هجروا أعداد هائلة منهم. الأزمة هي اللي قامت، والأزمات اللي قامت في لبنان، ضربوا مخيم تل الزعتر، ضربوا مخيم الدكواني، ضربوا مخيم المية ومية، أبادوا مخيمات أزلوها عن الوجود، أزلوها عن الوجود. إجت هون على سوريا ببداية الأزمة، استهدفوا المخيمات، مخيم الرمل الفلسطيني، مخيم حلب، مخيم حندرات، مخيم درعة، مخيم اليرموك، مخيم اليرموك الذي كان يعتبر عاصمة الفلسطينيين في المهجر. تم إبادة المخيمات إبادة كاملة باستهداف مقصود من قبل دواعش وأنصار وأمثال وكلهم دواعش وبأسلحة عربية وبأسلحة صهيونية وخليجية فهذه القضية هذا المقصود فيها إبادة القضية الفلسطينية وأسقاط حق العودة، لأنه لا يمكن أن تحتمل الصهيونية حق العودة. بمجرد ما وصل الفلسطيني حق العودة من غير قتال، إذا رجع الفلسطيني على فلسطين تغير شكل فلسطين ديموغرافيا، انتهوا اليهود، لا يمكن أنه يقدر يعيش مع الفلسطيني، سيرحلوا. إذن على ماذا حق العودة؟ حق العودة التي حمت سوريا حمت القضية الفلسطينية وحمت الهوية الفلسطينية، ولم تسقط الهوية الفلسطينية إذا بقيت سوريا. وسوريا باقية إن شاء الله. بعد انتصارنا الأخير يجب على كل العالم العربي أن يتمسك بالهوية الفلسطينية ويمنع الفلسطيني من حصوله على هوية أخرى. تبقى الهوية الفلسطينية هويته، لا تسقط لها الجنسية الفلسطينية نهائيا، بالقانون الفلسطيني لا تسقط، بالمفهوم الفلسطيني لا تسقط، بالمفهوم العربي لا تسقط، بالمفهوم السعودي فقط تسقط. طيب، عناصر القوة بالعصر الحديث معروفة، المال، الإعلام والسلاح، واثنين متوافرين عند الخليج إعلاميا، مال والرأس المدبر إسرائيل وعقول صحيح. ايه، الرأس المدبر إسرائيل بس لا يملك الإيمان. إيماننا في القضية أكبر من أسلحتهم وأكبر من مالهم وأكبر من عتادهم. فإذا لاحظتي أنت بالفترة الأخيرة طفلة فلسطينية فلسطينية أرعبتهم. أحد الشهداء خالد أكر سوري الجنسية، قام بعملية نوعية داخل فلسطين اسمها قبية، عملية بواسطة طيارة شراعية. أرعب اليهود على مدى سنوات. أنا بذكر بهذيك الفترة كنا في ليبيا أيام الاعتداء على ليبيا من قبل تشاد. فكنت موجود في ليبيا، كان ممنوع أن تحلق طائرة فيها فلسطيني واحد تحلق باتجاه سوريا، ممنوع. والطيران الإسرائيلي على مدى 6 أشهر يحلق في الأجواء منعاً لوصول أي فلسطيني إلى سوريا من ليبيا، خوفاً من خالد أكر نفر. هم لا يملكوا الإيمان. إيماننا في قضيتنا، إيماننا في فلسطين، إيماننا في الشعب العربي، إيماننا في قلعة الصمود والتصدي سوريا. ستبقى القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية والهوية الفلسطينية لا تسقط ولن تسقط للأمانة. يعني يقال لا معنى لسياسة لا تختزل روح ووجدان، اللي تفضلت فيه عنه وسميته إيمان. الروح والوجدان تجاه القدس والقضية الفلسطينية موجود، وأي سياسة لا تضع نصب عينيها هذه الروح أو لا تمتلك هذه الروح بده يكون تحرك باطل وغير مجزي. فبالتالي طيب أنتوا بتمتلكوا الإيمان، خلينا نقول نحن العرب نمتلك هاي الروح، نمتلك هاي الوجدان، لكن تاريخيا ما شفنا هاي الحركية المتوالية اللي أثمرت للنتائج. نحن بلشنا حديثنا أنه دائما في قضم في قضم. صحيح. إذا بتلاحظي أنت مع بداية السلام، يعني في تعويل مثلا فينا نقول أنه خلينا نحكي بصراحة، في تعويل على مثلا لما بتنزاح هذه العروش. التعويل الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني، رغم آلامه ورغم 70 سنة بيصبروا
ولكن لا يمكن يستمر صبر الشعب الفلسطيني بلا دعم عربي. لا يمكن يستمر الدعم الفلسطيني والموقف الفلسطيني على حاله إذا ما كان في سوريا ما في دعم وأشباهها. سوريا عم قلك نحن عم نقول إلا قليلة اللي هي سوريا. لكن في كمان المقاومة عندك المقاومة مرض والخيانة مرض. المقاومة تنشر مقاومة. الآن يا أستاذ خالد الخليج أعلن صراحة التطبيع مع إسرائيل. صحيح. طيب ما من جديد ما من جديد. أنا أعلنوا من... لا هو ما من جديد لكن الآن خلص في مجاهرة بالموضوع. وقعتهم من غريبة وما من جديد هالحكي. يعني نحن نعلم هذا الحديث من زمن بس عم نعمل حالنا أنه ما منتبهين على أمل أنه بركي بيخجلوا بيحاولوا يتراجعوا. ما رح يخجلوا. هم لا يستحوا مما يفعلون. هم علانية موقفهم. وأنا ماني معول على كل دول الخليج ولا حتى على المواطن الخليجي لأنه أضعف من أن يتخذ قرار بسبب الهيمنة المطلقة والاحتلال الأمريكي الموجود في أراضي الخليج. ما أنهم قادرين يعملوا شيء. فأنا بأزرهم وما بدي منهم شيء أنا بدي منطقة المحور، منطقة فلسطين، منطقة قلب فلسطين، سوريا، لبنان، وللأسف للأسف للأسف الأردن ومصر. هذول الناس اللي أنا ممكن أقدر أبني عليهم شيء. هذول فقط. فمصر ما زالت لحد هلا قائمة بكام ديفيد بسفارته بعلمة. الأردن ما زالت وادي عربة قائم واتفاقيات مع الصهيونية قائمة. ما حدا ناقش وضع، ما حدا قال أنا بدي أسقط هالاتفاقية، ما حدا يفكر بأنه يناقش وضع الاتفاقية. خلينا نقول أقل من هيك، ما حدا يعني سحب مثلا سفيره، خلينا نقول سحب أو جمد مثلا سفارة عنده بأمريكا أو سحب سفيره، ما عم نقول قطع علاقات. طب لما ما بيكون هيك تصرفات هاي الشكلية حتى لما إذا شو التعويل هو على الفلسطينيين وعلى محور المقاومة على أمل أن يتسع محور المقاومة. نهض من جديد والسيد الرئيس حدد وبكل وضوح البوصلة تجاه فلسطين، البوصلة تجاه فلسطين. أنا إيماني في سوريا وتعويلي على سوريا على أمل أن تصيب هذه العدوى باقي الدول العربية. أتأمل إذا ما صار رح يصير لاحقا، نحن لولا إيماننا بأنه المستقبل لنا كانت ما استمرت القضية 70 سنة. 70 سنة من العدوان والظلم والفجر بحق الشعب الفلسطيني. ما صبر لولا محور هذا المقاومة. إيماننا في هالمحور، إيماننا بأنه هذا المحور سيكون هو السبب، هو المأمول، هو الوسيلة الوحيدة، الوسيلة الوحيدة لاستمرار الشعب الفلسطيني في المقاومة، في المقاومة وليس في المفاوضة. في المقاومة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إذا معناها إذا بدنا نأخذ الجانب الإيجابي لقرار ترامب، أدي ممكن يكون يشكل منصة لحركية جديدة خلق فيروس جديد في الشارع العربي لإيقاظ ضميره. خلق فيروس جديد في الشارع العربي لإيقاظ ضميره. الحدث اللي قام فيه ترامب لو كان يعلم من جديد بعيدا، لو كان يعلم الناتج الذي سيقول إليه ما اتخذ هذا القرار الغبي. الشارع العربي بدأ يصحو وينطفد ويسقط الإعلام العربي. هلأ إذا بتلاحظي بأنه معظم المحطات معظم الدول العربية أصبحت تعرف الجزيرة محطة ساقطة، تعرف العربية بمحطة ساقطة. أصبح الإعلام العربي مكشوف، سقط، انتهى. قد يولد إعلام جديد بمسمى جديد بعنوان جديد ليتاجروا بنا من جديد. ممكن. بس هذا الإعلام الساقط الذي تسبب في الأزمة والاعتداء على سوريا انتهى. انتهى هو وحكامه. لاحظي أمير قطر طار، ملك السعودية طار، رئيس وزراء بريطانيا طار، رئيس فرنسا طار، رئيس أمريكا طار. ما ضل حد نبح باتجاه سوريا إلا وسقط. وسيسقط كل من ينبح تجاه هذه البلد، تجاه أرض المقاومة، تجاه قلعة الصمود، تجاه البلد الوحيد الذي حافظ على الهوية الفلسطينية والتي ستبقى الهوية الفلسطينية قائمة فيه إلى حين العودة إن شاء الله. معناها في تعويل يعني، أو خلينا نقول بالجانب الإيجابي للقرار أنه حرك الراكد باعتبار أنه 7 سنوات كانت الأنظار متوجهة إلى سوريا. سوريا انتصرت انتصارات بهية ومتلاحقة للجيش العربي السوري. حرك الراكد وحرك الآثم. المياه القذرة في السعودية تحركت، المياه القذرة في دول الخليج تحركت بناء على القرار ونبحت تجاه هذا القرار بما فيها التصريح اللي حكينا عنه عن الباحث السعودي وليس الحجازي إسرائيلي. صحيح. حركت المياه الآثمة، القرارات الآثمة في دول الخليج وأشباهها، وحركت المياه الراكدة
في دول العربية لتنعش المياه من جديد وتعود المياه من جديد ويعود نهر الأردن، نهر الأردن يجري من جديد دون مصادرة، دون سرقة ماءنا، دون سرقة حقوقنا، دون سرقة ممتلكاتنا، دون سرقة قدسيتنا، دون سرقة قدسنا. قدسنا باقية إن شاء الله باقية. المشهد اللي شفناه جميعا من حيث أنه التنديد الشعبي طبعا عم نحكي أنه بتشوف فيه أنه فعلا القضية الفلسطينية القدس ما زالت في الوجدان. نحن عم نحكي عن أجيال إجيت، أجيال بتسمع عن النكبة قراءة أو من أجدادها، ما زالت في الوجدان القضية الفلسطينية بالشكل المطلوب. قضية موروثة يعلموها الأبناء للأحفاد، لا يمكن تنتهي القضية الفلسطينية. في قضية في شغلة ما بعرف إذا أنتم معلومة بالنسبة لكم، تفضل. بفترة عز المقاومة، نشاط المقاومة بلبنان تجاه فلسطين، كانوا الليبي ولي أصدقاء، التونسي ولي أصدقاء، عرب، المغربي ولي أصدقاء، الجزائري ولي أصدقاء، العراقيين ولي أصدقاء، من كل الدول العربية، من كل الدول العربية كانوا موجودين بفترة الاعتداء 82. أنا عم بحكي ذاكرتي أنا ما بعرف ما قبل الرواية ما قبل أنا ما أنا اللي برويها. أنا ب 82 كنت أنا موجود في لبنان وعشت فترة الحرب في لبنان، وواجهنا سعد حداد وأنطوان لحد وسمير جعجع الأفاق الحالي في لبنان. هذه الأشخاص قدمت من كل الدول العربية، من كل الدول العربية إلى لبنان لأجل القضية الفلسطينية، والأكثر والأكثر الأكثر وجودا على الإطلاق كان السوري، رغم أنه كان المسمى مقاومة فلسطينية. العمل فيما بعد سياسيا ومخابراتيا على تفتيت هذا المشهد اللي كنتوا فيه، فتتوه بس ما قدروا قتلوه، فتتوه ما قدروا قتلوه، بقيت بذرة المقاومة قائمة وتحالفت المقاومة وأنتجت حزب الله وأنتجت حسن نصر الله وأنتجت سوريا المقاومة التي بقيت سوريا المقاومة. إذا بتلاحظي مع استلام السيد الرئيس بسنة 2000 كان في اعتداء على لبنان لعدم لحرب سوريا، تحرير الجنوب كمان 2002 2003 2006، متتاليات من الحروب التي أرغمت سوريا على الالتفات إلى الوضع الخارجي والوضع اللبناني بشكل غير عادي. العراق ووضعوا اغتيال الحريري حجة أفاقة تجاه الاعتداء على سوريا. سوريا لن تترك، ما حدا يتهيأ له أنه انتهت الأزمة في سوريا بعد الانتهاء من الإرهاب الكامل. لن تنتهي الأزمة في سوريا، ستبقى قائمة إلى ما شاء الله إلى عودة فلسطين. بدهم يضلوا عم يحاولوا مرة واثنين وثلاثة. وقبل هلأ إذا بالذاكرة من نعود، نحن من 75 كان في اعتداء إخواني على سوريا، ب 78 بقي لحد 97 لحد 87 اعتداء على سوريا من قبل الإخوان، وعادوا الإخوان مرة تانية بصور وأثواب مختلفة بأشكال مختلفة. فتوقع أنه بعد 7 سنوات 10 سنوات من انتصارنا إن شاء الله قد يحاولوا العودة. فالمطلوب كمان من السوري أن يبقى واعي، أن يبقى حذر جدا من أي وجه غريب يلبس ثوب الإسلام. الإسلام طاهر، الإسلام نظيف، الإسلام محب، الإسلام سلام، إسلام. لا يمكن يكون هذا الدواعش وهذه النصرة وهذه الأشكال المعترضة اللي ما بنقدر نتخيل مشكلة فيه ستعود، ستحاول مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة إلى أن تعود القضية الفلسطينية. عندما تنتهي القضية الفلسطينية تنتهي الصراعات في العالم العربي. بزمن صلاح الدين الأيوبي عمت العزة الإسلامية والعربية. عندما عادت فلسطين بزمن عمر بن الخطاب عمت العروبة، والعالم الإسلامي انتشر بأوسع طاقاته. عندما عادت فلسطين تملكوا على القدس، سقطت الهوية العربية. عندما تعود القدس إلى الأرض الفلسطينية، إلى الأرض العربية والواقع العربي أو لأيدي عربية حقيقية، تعود الأمة العربية تنهض كزمن صلاح الدين وكزمن عمر بن الخطاب. لكل زمن قائد ورمز، أكيد. واللي تفضلت فيه كانوا قادة ورموز وأصحاب انتصارات. الآن بالمشهد العربي برجع بقول مو لأنه السوريين، نحن عم نحكي، نحن عم نشوف واقع. أنا عايش بسوريا. أنت عايش بسوريا أكيد. وبتعرف سوريا خرجت من محنة تعتبر الأقصى، يعني استثنائية بمنطق الحروب، استثنائية حتى انتصارها استثنائي، إعجاز بحد بالضبط. الحرب كانت استثنائية بأدواتها وشكلها والهجوم الكبير عليها وبالتالي شيء طبيعي يكون الانتصار استثنائي. وأيضا الانتصارات تصنع الرموز،
فيحق الرموز يصنع الانتصار. لا، القائد كل الرؤساء قادة، لكن ليس كل قائد رمز. أكيد لا يتحول، مو ببساطة أكيد بتحول أكيد القائد لرمز. بالنسبة للسيد الرئيس تحول إلى رمز، الآن هو رمز بهذا العصر. فإذا التعويل العروبي المقاوم، العروبي المقاوم المنتصر على العالم أجمع، الرئيس بشار الأسد. أنا بصدق بصدق من بداية الأزمة، من بداية الأزمة طبعا رغم الحالات اللي شفناها في البلد والحالات الفوضى اللي عمت، أنا كان عندي إيمان، إيمان مطلق، هذا الحديث حكيته هون عندكم على هذه المحطة، إيمان مطلق بالسيد الرئيس بأنه سيبقى ويبقى للنهاية ويقود الانتصار إلى النهاية، وسيذوب الإرهاب تحت أقدام، تحت أقدام الجيش العربي السوري، وهذا ما حصل. هذا الحديث مع بداية الأزمة حكيته، سيذوب الإرهاب تحت أقدام الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، راهن وكسب، وإن شاء الله باق وباقون إن شاء الله. يعني احنا بدأنا حلقتنا وكان عنوان العريض القدس في الوجدان العربي، لما بلشت بالأسئلة معك وبعد ما شفنا التقرير شفت الدمعة بعينك. هاي الدمعة أكبر دليل على أنه القدس في الوجدان وهي الروح وفي البال، ولا يكفيها يوم للقدس، احنا متعارف عليه انه في يوم للقدس. صحيح. هذا اليوم جليل، كل الايام يجب ان تكون هو القدس. يوم جليل مثل جلالة القدس. انا بدي اتشكرك استاذ خالد منصور، يعطيك العافية، وان شاء الله لنا لقاءات تانية ان شاء الله. بنكون فيه عم نحكي عن خلينا نقول مفاعيل الإيجابية للحشود العربية. إن شاء الله بنلحظ متغير قريب جدا، متغير قريب جدا. أنا في البداية كان من المفروض أني وجه الرحمة للشهداء، شهداء سوريا، للجيش العربي السوري، للقائد الرمز، للقائد الرمز الذي أحيا انتصار وخط المقاومة وأحيا القضية الفلسطينية من جديد. شكرا لمحطتكم، شكرا كثير 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 لك ولطريقة حوارك. الله يخليك. شكرا شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.